أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي. سلفية في النهج، نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد. آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسنا لبعض كم ذا دروس كتاب كان سفينة النجاة، وحكب لما يا فرائض الوضوء ويسد أركان تيدا تيرركا ويسد الله هاي. وفرائض علماء الشافعية وكتب تفقه مركا كل جان وحيوجد شيء دان أركان أركان فرائض الوضوء وأركان الوضوء وأرمي ويسد اللفت هذا كم مدة لا أنت أدنى ويسد وأنا ينصح هين وقف كي أنا لقى أقبل هين. فروض الوضوء يبوري ويسد تيرر كذا ما أركان تيدو ستة لحوي. الأول فرلك كوبات ويسد وعيلا دهي النية النية دوي وقف كينو جوان صدو قلبي أو كجوان صدو إنه ويسي سنة يوم صدا شيخ خبا إن شاء الله ونقوم على إن دونه. وحنا والدليل حديث كعمر البخاري مسلم وريان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعماش إلهي سبحانه وتعالى لو قلنا وادا نيادا أيه كحر أنت كحكم قادر أيصا قفو لبنا وحو اللي يا وحو نيودي وفق حبناها ميرا أيس نظيفين نيودا تاسو اللي وفق إيس قبوتين نيودا نتاسو اللي قفك عبادة ويصل إرادة أني ودانا تاسول لي. الثاني فرل كالباد كم إذا فرل لدى ويصده غاسل الوجه وجهك ميرستي سوي وجه نوحى لرادة ما تحصل به المواجه وقفك ددك وحا وكواجه أو كقابله حد كي سنة وحوية مركة لأيقا حق بلر كالبادة دقودين تود حيسا حق درر كمركة لأيقانا هل كتموها صلاحانا يكوچو غان إلا لفتا قركوي إلا عبائنا عمري سبحانه وتعالى مركين ويسيسانا ينو وچيقا إنا ينو ميرنو يريف وغسلوا وجوهكم وچيدين ميرا. علماء الإسلام كروا إسكوا فقسين مارستا واتشيغو إلي كميتا هاي فرالادا ويسادا لا أنتين ويسانا يا صحاين. الثالث فرال كصدحات غسل اليدين لبدا قعمود مارستا ودوي مع المرفقين لبدا الصحول إيضو للا مايريو ولبدا الصحول إنتا للا مايريو يا بيكو تشيران. إلهي سبحانه وتعالى يروى أيديكم إلى المرافق قعمهن ميرا إلا أد ميرا إسان سحو الله ده وإلا ده أيدي كترتا مع أي إلا معنى تهي وحي لم يتأتي كترتا قولك إلى أولي ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم. إلهي أودي إنه أودك ليدين كدري إيتا كترت قولك إلى أي ويري ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وحولها قونتها كدر صنينا حولهن سيد حولهن وحنتان وحننا. نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام مركو قعمها ما يري سيد أبو هريرة وكوريي مسلمنا صحيح سوكسو صاري لبدا السحول وحو كدري انتو مايري لبدا السحول وحو مايري
ilaa maadhistiisu ay madaxa la gashay cududda. Cududdaas alahaan in la maydhaa farallada weysada iyo sunnayaasheeda toona ka mid maaha. Suxulka in si fiican loo maydho ayaa waajiba. Marka maydhistii aad suxulka maydhaysa hadday kula gasho cududda dhibaato ma laha. Laakiin cududda maydhisteeda gooni ugu qastii maysa. Iyadu farallada iyo sunnayaasha weysada midnaba kuma jirto. Haddii qofka gacantu ay ka go'an tahay oo suxulkiiyo intii ka hoosaysaba ay maqan tahay, maydhis gacmeed oo waajib ku ahi ma jirto, waayo maxalul fardigii baa maqan meeshii la faral yeelay maydhisteeda. Haddii intii la faral yeelay maydhisteeda ay wax ka joogaan, walow laftaa suxulka madaxeed oo quri ha joogabee, inta joogta in la maydho ayaa waajiba. Wa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fattaqullaha mastataactum, ilaahay ka baqa oo diintiisa ku camal fala intaad awoodaan. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu mastataactum, arrin haddaan idin amroon idin faro intay awooddiinu gaadhsiisan tahay arrinkaa ka sameeya. Arraabicu faralka afraad ee farallada weysada ka midi masxu shayin, shay in la masaxa weey, shaygaasi oo min arra'si madaxa ka mid ah. Culimmadu waa isku waafaqsan in masixitaanka madaxu inuu farallada weysada uu ka mid yahay. Waa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala aayadda weysada ku sheegay inuu wamsaxu biru'uusikum, madaxyadiinna masaxa. Nabi Maxamedna calayhi salaatu wasalaam markastoo uu weysaysto madaxiisa waa masixi jiray. Masixitaankana waxaa looga jeedaa gacanta oo biyo ay ka qoyan yihiin madaxa dushiisa in la mariyo. Waxaa kaloo culimmadu ay isku waafaqsan yihiin madaxa in la wada masaxaa inay tahay sida u wanaagsan ee u dhammayska tiran. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood oo qoyan ayuu madaxa foodiisa ka bilaabay, uu kaxeeyey ilaa qadaad ku geeyey. Qadaadkuu ka keenayo halkii uu ka bilaabay uu ku soo celiyey. Taana macnaheedu waxa weeye madaxo dhan ayuu wada masaxay. Waxayse culimmadu markaa isku khilaafaan qadarka ay waajib tahay madaxa in laga masaxo. Culimmada shaaficiyadu waxay qabaan madaxa wax ka miduun in la masaxo, wax magaca masaxaad qaadan karaa madaxa inuu ku dhaco, walow hal tinna ha noqdo oo timaa madaxa dushiisa ku yaala, maaha kuwa ka dhaadhacay, ha la masaxabee. Wa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu wamsaxuu biru'uusikum, ficilkuna itlaaq buu faa'iideeyey. Macnaa wax masxi la yidhaahdo madaxa ku sameeya weeyaan macnaheed, oo qadar looma sheegin. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam foodoo qura inuu masaxay, inta kalena cimaamada dusheeda uu mariyey ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay. Alkhaamisu faralka shanaad ee farallada weysada ka midi ghaslu rijlayni, labada lugood in la maydho wey, maca alkacbayn iyadoo labada kuraamoodna lala maydhayo. Alkacab, alkacbu waa kuraanta, lug walibana waxay leedahay laba kuraamood bay leedahay. Labada kuraamood markaa inta la maydhayaabay ku jiraan oo in la maydha waa faral. Waa ilaahay baa yidhi waarjulakum ila alkacbayn, lugihiina maydha ilaa aad kuraamaha maydhaysaan. Kuraamo inta la maydhayaabay ka mid yihiin. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam kuraamaha wuxuu ku daray intii uu maydhay, sida Abu Hureyra uu ka wariyay, wuxuu yidhi lugtiisuu maydhay ilaa uu kuraanta dhaafiyey, macnaa kuraanta inta uu maydhay ilaa uu ku daray. Asaadisu faralka lixaad ee farallada weysada ka midi atartiibu weeye, xubnaha sidaa u kala horeeyaan kitaabkan loogu xusay aayadda qur-aankana ay ugu xusan yihiin waa in loo kala horaysiiyo. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam lam yatawadda ilaa wuduan murataban, weyse tartiibsan oo sidaa u kala horeysa mooyaane weyse kale
lagama sheegin ilaahayna subxaanahu wa ta'aala markuu ka warramay xubnaha weysada mid la masaxayo ilaahay kala dhex geliyay laba la maydhaayo qur-aankuna luqa carbeed buu ku soo degay carabina laa tufariqu bayna almutajaanisayni ilaa lisabab laba shay oo isku jinsiya ma kala geeyaan oo ma kala kaxeeyaan sabab awgeed mooyaane luqada carbeed waxay keensanaysaa inta la maydhayo in laysku xigsiiyo kadibna dee kala masaxayo oo madaxaa la sheego haddaba sababta madaxa oo la masaxayo loo kala dhex geliyey gacmihii la maydhayey lugihii la maydhayey waa inay tartiibtu waajib tahay weysada in sidaa loo kala horaysiya ay tahay mid waajiba qofka markaa tartiibtaa ka tagaa wuxuu noqonayaa qof ka tegay faral ka mida faralladii weysada weysadiisuna qofka aan si ximayso saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam weysadiisa soo tebiyey soo wariyey dhammaantood waxay sheegeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa u tartiibiyey uma gasala wajhahu uma gasala yadahu lyumna uma gasala yadahu lyusra uma masaxa bira'sihi uma gasala rijlahu lyumna uma gasala rijlahu lyusra wejigiisuu maydhay kadibna gacanta midig kadibna gacanta bidix kadibna madaxiisa ayuu masaxay kadib lugta midig buu maydhay kadibna wuxuu maydhay lugta bidix labada gacmood iyagu xubin quray iskaga dhigan yihiin oo sida sunnaha ee fadliga badani waa inta midig la horaysiiyo haddiise qofku ta bidixba uu horaysiiyo weysadiisu way ansaxaysa ajarkii uu sunnaha ka heli lahaa ayuunbaa seegaya labada lugoodna waa sidaas oo kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala midig iyo bidix umuu kala qaadine waa aydiyakum buuro gacmihii ilaahay uu isku qaaday lugihiina ilaahay uu isku qaado wuxuu ihi waa arjulakum lugihiina anniyatu wa maxaluhaa wuxuu sheekhu hore inoogu soo sheegay farallada weysada oo arkaanteediya niyaysigu inuu ka mid yahay marka niyo waa maxay halkeese wax laga niyoodaa labadaasi mas'aalo ayuu halkan kaga hadlayaa wuxuu ihi anniyatu niyadu qasdu shay shaygii in loo qasdiyo weeye oo samayntiisa la go'aansado muqtarinan isagoo ah shayga qasdigaa loo qasdiya mid la xidhiidhsan bificlihi samayntiisa oo go'aankii qofku uu go'aansaday shayga inuu sameeyo iyo samayntii markay isku xigaana wakhti aanu u dhaxayn taasaa niyo la yidhaahdaa saasay fuqahaau shaaficiya niyada ku macnayaan haddii markaa labadaasi ay kala hadhaan oo qofku shayga samayntiisii uu go'aansado oo qalbigiisa ay ka soo go'do laakiin ficilkii dib uu u dhigo oo go'aansiga iyo ficilkii samayntiisa wakhti uu u dhaxeeyo taa niyo lama yidhaahdaa ayay leeyihin taasi magac kaley leedahay oo cazmi baa la yidhaha bay yidhaahdeen laakiin sida saxdii waxay tahay niyadu waa alqasdu wacazmu alqalbi wey waa inuu shayga qofku u qasdi macnaa samayntiisa inuu go'aansado go'aanka qalbiga ayuunbaa niyo la yidhaahdaa iraadatu lqalbi aljaazima doonista qalbiga go'aan ayaa niyo la yidhaahdaa cazmu lqalbi calaa camali min alacmaal waa qalbiga qofku inuu go'aansado camal camalada ka mida waxaad go'aansatay inaad weysaysato go'aankaasi ayaa niyo la yidhaahdaa waxaad go'aansatay inaad tukato go'aankaasi ayaa niyo la yidhaahdaa inay isku xidhnaadaan sida saxdaa shardi ma aha waxaa shardi oo niyada inaanad bedelin tusaale ahaan dukaankaaga ayaad ka timi adoo masaajidka ku soo socda go'aan markaad joogtay dukaankaad go'aansatay inaad weysaysato masaajidkii baad soo gaadhay adoon go'aankaagii bedelin niyo labaad lamaad iman ee weysadii oo ficilkii ayuunbaad samaysa sidaasay weysadaada ku ansaxaysa
ومحلها بوري نيادة محل كيد معنا ألك وحلق النيودة القلب قلب قوي ونيادة وشقائي عمل قلب قبطه ما أشقي عمل عربك وقبطه ما أشقي عمل حبناك لا يقبطان وهي علماء اسكوا فقصين قف كوحي ودون يي أما وحي السمين يي حدو عربك ونكا قد واقو إساقون قلبي كقو آنسان نيديني كما قنطاي ودواقستا عربك آني نيينا قراهين وهي نيدو مباها بشق عربك وقبطه نيادو واشق قلبي وقبطه تاواليس كوافق سيه والتلفظ بور دواقست بيها نيادو لغو دواقانة سنة سنوي أرنتا فقهاد الدنب أيوم باشاقة نبينا عليه الصلاة والسلام لقم الشيق حديث صحيح يمي الضعيفة طوانة صحابة الرسول كنا نيادة إن لغو دواقا والسنة ما يأوران كماني دواق جري تابعين تي أتباع التابعين إلا أفرت إمام لغا سوقاله من الله ما هي الشافعي أحمد مالك يا أبو حنيف إن إذا هذا نيادة لغو دواقا قلوا إن كان مركالا نيادة إن لغو دواقا فر الماهي وإسكا السنة أون وحي لين وحا لغو دواقا سيدو عرب قوات كي يقو آنكي قلبي وحين لنا هذه تال لو باهن يهي ولو باهن يهي عربك إنو أدك يقو آنك قلبك نبيك عليه الصلاة والسلام إنو قهر رين لها هذه أرنت هذه السنة يتاهي ولو باهن يهي صحابة الرسول كاردوان الله عليهم وإنك علمك إنك قد دال بدنا إيا خير كي يوحي إلهي اللو قد وار يفر لي السنة إياك إياه إنو قهر رين لها صحابة الرسول كاردوان الله عليهم مالك أرنت هذه ولماذا الشافعية ذا قار كود وشيغان وعديان إن أنا أرنت نوع عاسياهي سنة أنا يهين ولماذا مركا تاعدي وحكم ذا الأذرعي الخطيب الشربيني وفقاد الشافعية ذا كم ذا ومن هاتك شرحي أيا كصرري إنو يريو حويان سنة ماها الإمام الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي فقاد وأوين الشافعية كم إذا لفتي سوحيني ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان أصحاب طيب معنا كوة نسكو مذهب كان يوحى كم إذا كويري قلبي كانوا كقوة عن صنايا عرب كانوا كقوة واقعية وليس بشيء وحال الله وحي التاسي التهيمة ترتبولي يعني وحصح معها لأن النية هي القصد بالقلب واني واي نيه دو ده واقع عرب كما هو قلبك ان شيء لا غوان صدو تاس ايا نيه وحا ويا ليرهدا الادرع يوحي ولا دليل للندب الادرع علماء الشافعيه ايو كميد ياي وحي واحد دليل او تسنيا سنن نمدا كو دواقست نيهدا ما جرو ما بتشير بالدليل من القرآن يا من حديث أيه من صحابة لجسوري من ما تشروا دليل بار أنت الله معي ما رأدي دار أنت عبادة هاي الشيء اللي روى السنة وعبادة دليل لا الله هين وحقل يا ليس كبدعة إليه محمد عليه الصلاة والسلام ولي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد قفك الصمية عمل أنشر يا عدي إليه محمد لجسود تشير دليل الله هين والوع لنا يا لقى أقبل ما يو نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة محوك بلا بتشري الله أكبر وحكه الرئي وآخرين تشري أبي راتي متشري وتطري عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة بالتكبير رسولك صلاة وحوك بلا بتشري الله أكبر نكي صحابي قالها صلاة دو أي كخل دنيدو أركان تقار كم إذا كتقاي النبي عليه الصلاة والسلام وبرأي صلاة دا يسيد ووتو كان يو نبي وحوشا غي صلاة دا هلو كبلاو يو واح تكبير كهو رأي أو آخرين أيامه كل واقع يو نبي عليه الصلاة والسلام وموشيقين
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء صلاة دمرك أدوك عدو إسراء دمائستر ثم استقبل القبلة كدي من أحدو جيستا قبلة ده. فكبر الله أكبر له أصلي فرض ده نبي عليه الصلاة والسلام أورن أصلي فرض دون وحب ما ترتوق وعنك قلبي جماد كيسه وسواس باب الله قاضة تلك غير كون أنت قاد كاتابة يصير هذا ملا صلاة دبي إن كان صحيح ميسوا يسكبد أيام مرك الله أكبر تا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وكل حدا تري أيوم بالو حدا نيا أيوة وح كلا الله جار رئيسنا يا شيطان لا يسكننا رأيه أصلي فرض يا ما وح كلا لم يد الله يراه يراهيو من نبى الله جار رئيسنا مايا ووقتها بوري نية وقت جيده والنية دي ويسد أيوة هذا كارليا يعني وقت يقفك واجب تعين والنية دي لي ماده وعند غسل أول جزء وقيب توه الرئيسة مركو ميريو أما ميريستي هذا وبلابي قيب تاسيو من الوجه وجه كمذا وفر الله ده ويسد ده وجه كبلا أمان ووحي كور ريه وجه ميريستيس أما فرح على شدة عن نقطة أما لغلق شدة عن نقطة أما صندارسي عن نقطة وصنة إليه مركا هدي وفرح شو أو لغلقدو صندار صدو إساقو ولي ويسدي نيون دي كواسي مركا هربا فرال ما يهين مر هدانو نيون ندي آتشار كي وكهلي لها يوم باميشا كباحي فرالا دا ويسدو وچيغا ميرستي ساي كبلا من مركا وچيغا ميرستي سا بلابا يا نيه دي وينو ليما دو وادي وچيغا وحكم دا او ميرو إساقو ولي آن نيه دي لائما ما يريست أدب هذا النية ده ولا يمهده ويسد أسيان صحيح ما يسوه ويهو ويسد قيب كم ده وفر الله بلا نية إدعادي نية ده ندي أركانتي يفر الذي ويسد أيه كمتها والترتيب ولي ترتيبك وكيسنا كم ده فر الذي ويسد وصيد آيات ده مركة لغو حسي حبنا ويسد وعوكال ورياني لوكال ورئيسي مرجع ترتيبتي وينوم عنين يا وحول ترتيبته ألا يقدم وإن الله هرمر عضو حب على عضو حب على جهرمر وحبين حبين يقدم بيسي وإن الله جهرمر السيدة حبنا أي ترتيب سين مرجع عيد الغش جاي وأوتش جاي لا ميرو جمع لا ميرو ماذا حين لا مصحو لقها إن لا ميرو سيدة وين أكل الريان ترتيبتي قرما لوايا ماشا يكبح حيثا ترتيبتي واحد لوايا ماشا يكبح حيثا هذه اللي بحب نوت سيدي ايوك له الرئيين سيانا ايوك له الرئيسي وطالان قعمي الله ميرو يدولي وچيقى الله ميرو اما مضيحي الله مصحو يدولي ان قعمي الله ميرو اما بس مارك وچيقى الله ميرو لغا ميرستو دلو حكسي سيدا هذه اللي يلا ترتيبتي بالونتي ترتيب تيك لو الرئيسين تونا فرالده ويسادا ايه كمتح مركا ويسادا سيانسيحي ما يسو بلا ترتيب تكون عادي هل كويحو كقال لي بيها اي احكامتو دو احكام ايضا سببت مركا بيها هل كان لوغوصو هذا القادة يا روحي تاي وايا بيو ظاهرين تا ايه اصلو اح او وحان بيها اي لقمو ويسا قادة كارو وقفك وحان بيهاين كوه يسيسته ويسيسي سوان صحيح ميسو إلهينا سبحانه وتعالى وحو تلمامي هدي بيه اللوايو هل كاللوغة قورة يا إنا التهاي إن عين لغو قبقبستو فلم تجدوا ماء فتيمموا أنا بيه هداد ويدان قبقبستو للهي وعيد داو قصدي ودبتنا وچك يقع ماكوما صح موران إله هداد بيه ويدان عانا كوه يسيسته أما مرق أما شراب كواسي ويسادة مقالان بياء يعيد وحب لحياة مجران مركا ساسو كلام ميرشا وحان بياهين مقاليان ميرشا دي فرال كايد اما السنها هايد وحان بياهين كوان صحي ميسو مركا ما دام بيهو ظاهرين تي اي شرد ايهين قرار مركا حدث تهي
way sajabay tahay ama meedasho waajibtay day in iyaga xikamtoodi laga hadlaa munaasib bay noqonaysa marka wuxuu yiri almaa biyihi qaliilun ay minhu waxaa ka mida qaliilun kuwa yar wa kathiirun wa minhu waxaa ka mida kathiirun kuwa badan oo wuxuu leeyahay biyuhu waxay u qaybsamaan biyo badan iyo biyo yar bay u qaybsamaan isaga ay noo sheegi doona xadka ay ku kala baxaan biyaha badan iyo biyaha yar waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin biyaha haddii ay najaasa ku dhacdo oo najaasadaasi biyihii midabkoodii ama urtoodii ama dhadhankoodii ay beddesho oo midabkeedii baa ka muuqday ama way ka urtay ama way ka dhadhantay biyahaasi waa najaas ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan waxaa kaloo culimmadu ay isku waafaqeen biyuhu haddii ay badan yihiin oo najaasa ay ku dhacdo oo urtoodii iyo dhadhankoodii iyo midabkooda midnaba aanay bedelin oo kama urayso kama dhadhamayso midabkeedii kama muuqdo biyahaasi waa daahir waa mutaahir waana kuwa wax daahirinaya waayo iyagaa najaasadii ka xoog roonaaday inay ka xoog roonaadeenna wax calaamad u ah in najaasada lafteedina biyo aanay dhex joogin raad raadadkeedii ka midiina aanu dhex joogin taa culimmadu markaa isku khilaafaan waxa weeye biyuhu hadday yar yihiin oo najaasa ay ku dhacdo oo najaasadii aanay bedelin biyuhu waa biyo yar najaasa ku dhacday najaasadii kama urayso kama dhadhamayso midabkeedii kama muuqdo biyahaasi ma najaas baa mise najaas maa shaaficiyadu waxay leeyihiin iyagu biyuhu mar hadday biyo yar yihiin xadka biyaha yarna isaga inoo sheegi doonee oo najaasa ay ku dhacdo waa najaas biyahaasi ama ha isbedelaan oo najaasada raadadkeedii ha ka muuqdaan ama yaanay isbedelin wuxuu yidhi maa duuna alqullatayn alqaliilu falqaliilu sa nusaka qaarkood ku qoran falqaliilu biyaha yari maa duuna alqullatayni laba qullo wixii ka yar weeye biyuhu laba qullo hadday ka yar yihiin biyahaas waa biyo yar weeye waa laba foosta gobolo waalkathiiru biyaha badanina qullataani waa laba qullo iyo fa aktharuu wixii ka sii badan badnaanta kor ugu sii kaca alqaliilu wuhi biyaha yari waa kuwii qullatayinka ka yaraaye yatanajasu waa najaasoobayaan biwuquucin najaasati najaaso dhicisteed bay ku najaasoobayaan fiihi biyaha dhexdooda ay ku dhacday waasayna horu sheegna waxay leeyihin biyuhu mar hadday yar yihiin oo qullatayn ay ka yar yihiin oo najaasa ay ku dhacdo khalaas najaasoobe ma bedeshay iyo waxaa ma eegaynaba mar haddii biyaha iyo najaasa ay kulmaan biyahaas way najaasoobeen waxay u jeedaan waa marka aanay biyuhu najaasada xagga sare kaga iman oo haddii tusaale ahaan biyihii ay yar yihiinba oo mara najaasa dusha lagaga shubo biyihii baa maradii dusha kaga yimi najaasadii maradaasi ay lahayd biyihii baa ka xoog roonaaday oo may bedelin biyahaasi ma najaasoobayaan maradana waa daahirinayaan laakiin tanay ka hadlayaan waa maxay waa idaa waradat najaasatu cala almaai alqaliil waa marka najaasadu iyadu ay ku timaada ay ku soo aroorto biyihii yaraa ama ha bedeshaamayay bedelina waxay leeyihin waa najaas biyaha yari wain lam yataghayyar abatan yaana isbedelin bih waxaanay deliishanayaan mafhuumka xadiidka cabdillaahi ibnu cumar abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maaji waa wariyeen wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi idaa kaana almaau qullatayn biyuhu hadday qullatayn gaadhaan lam yaxmil ilkhabatha najaasada ma xambaaraan bimacnaa najaasadu
كما حوق روناتو ومن راديسو مركام حالة قفا ميا هدي قلتين كيريهين إني نجاسد راديسو مفهوم كحديث كأي مركات دليش دين واترا علماء بضانا وشافعية دا كم مدى ويقو قاطي مذهب كمالك وابيا إن الله كلا قادة إن كويري كوا بضان هذه نجاسة يكون عدا اللي إيقا يقول ما نجاسة دي با حوق روناتو بيه بدل شيء سبيه با حوق روناتي وهذه نجاسة دي حوق روناتو بيه أميدة بكودي أما أورتو دي أما ندن كودي أي بدل شو لورانا يبيه سوى نجاس هذه آره إنتا مننا ببدلنا بيه هبايا رادان لورانا يو بيه سوى بيه الظاهر وي وإيقا نجاسة دي كحوق روناتي حديث كلا واحد نقول نسامر كائن لغفصيرة سيدا غالب كائن وكورة بسي حالده وبدنته وبيو هذي قلتين ومعنى بيب بدن أيين حالده واحد وبدنته إن إيقو نجاسة كحوق رونادان بسي حالده وبدنته بحديث وكورة مين لكن هذي آيه نعضو إن أنا كحوق رونان إيقو قلتين ونجاسة كحوق روناتو دي معلومة نجاسو بما ين إما ردي نجاسة كحوق روناتي وي نجاسو بيين وحانا لقى فهم يا حالات دوين اي اوبا دانتهاي بيو عدي قلتين كير يهين ان اي نجاسة دو حوق روناتو لكن هدي اي نعذبا بيه يو قلتين كير ان اي نجاسة دي كحوق رونان او ييقو نجاسة دي اي كحوق رونادين دي بيه اسوح الارني و بيه الظاهر وي سيدا صح دينا والله اعلم و سيدا اس اي ادوده إمام النووي فقيه مذهب كتاب من هات كرقر وحي رادا وهذا المذهب الصحوة بعد مذهبنا مذهب كيقد دبادي مذهب كاسا أصحيح إمام مضان علماء بدلوا مركا شافعية كم يدو رير عراقي رير خراسان بالها ومذهب كنوع عاسا مدام الدليل كيسو يحوق بدن يهي الدورتين واتيران والماء بي الكثير وفراء بدنا لا يتنجس نجاسو بمايو وبمعنى لما حكم يئن نجاسو بي إلا إذا تغير إنو اسبدل مويان طعم ددن كيس أو لون أما مدب كيس أو ريح أما أرتيس اسبدش وطايد والا اسكوا فقسي بيو عدي بدنيين ونجاسا يكون عضو oo biya dadan koodiyo midab koodiyo urtoodi midnaba aanay bedelin biyaas inay daahir yihiin oo aanay najaas ahayn waa la isku waafaqsan taas waa bi ijmaacul ulama suwaafaqa culimada taas ku sugnata muujibatul ghusli mayrashada waxyaabaha waajibiya ima yakunu sababan li wujubil ghusli ala al mukallaf waxyaabaha sabab u noqda qofki mukallaf ka aha قانقار كامير كقبي ما رشا إنه كواتبته وحرم موجبات الغسل ما رشا وحيابا واتبيا ستة والح والح ذا الرمود متكمد يقفك هدي وكرعه قفك ما رشا يا كواتبس ككوبات إلى جل حشفة حشفة مركا قلنت يدوية في الفرج فرج لقليو حشفة دوا ذكر كأنتي صاري هدي وحويان إن labadii meelood ee xitaanka ama gudnuunku ku dhacay ay isgaaraan meerasha ayaa waajibaysan waxana galmadii baa looga jeeda galmadii xadka lahayd ama biyahay maadaan ama yaana iman nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri idaa jalasa bayna shucabi al-arba' wa masal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl hadithka aisha bukhari muslim baa wariyeen mar hadii ninkii iyo gabadhii ay kulmaan oo meelii gudniinku uu ku dhacay ay istaabtaan isgaaraan meedhasha ayaa waajibtay uu nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waxaana ku cad riwaayada muslim ee xadiidka abi hurayra in lam yunzil yacna biyaba yaana imane wa khurujul mani arrinka labaad ee waajibiya meedhasho وبيه ترن قفك إنه كسو بحان رقي الدمر كودون يبهنه
أما هردا كجسوا بحان أما سوتشي ذا كجسوا بحان والصحابية دي لورن تري أم سليم نبي عليه الصلاة والسلام واتي كتري فعل على المرأة من غسل إذا احتلمت كبردي ميرش مكوا تبتها ديا الرياض نبي عليه الصلاة والسلام يحري نعم إذا رأت الماء ها ميرش ويكوا تبتي هذا عرقت بيه وصابحي حديث كان بخاري مسلم باوري وحانا لقى فايدة السنة يا قفكي سقو أوهر ده هذه بيها سياي كي مادان وبيه راد كودي وأركو إنا ميرش كوا تبتي حديث قفكو قلمي وحلا ميدا وكري يوضو وحبيو كيمي او راد كودي واركينا آنو تشيرين مركا ميرش كوا تبتي way meedhasho inay ku waajibto nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu shardi uga dhigay qofkii riyooday inay meedhasho ku waajibto wuxuu shardi uga dhigay inuu qofku biyihi arko biya raadkoodii inuu arko culamaa islaamna way isku waafaqsan yihiin mar hadii qofka mani ay ka soo baxdo inay meedhasho ay ku waajibto wal hayd arinka saddexaad ee waajibiya meedhashadu الحيض وانقطاع الدم الحيض وديق حيض كأنه كجوا جبردة ومركو جوا يكوا تبي سائر ميرته إلى إبا سبحانه وتعالى يري فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ورجب الدمر كودي لجمع من وعين تحال ذاك كتيران فإذا تطهرن عن ديق ومركو كجوا حتى يطهرن إلا ديق وكجوا فإذا تطهرن مركي ميدان فأتونا من حيث أمركم الله نبينا عليه الصلاة والسلام قبلي فاطمة بنت أبي حبيش لورن تري نبر فرنك اللهيد ورسوله كوري فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وقت جاء حيض تريتي مركل الجارو نبر فرن بيلادي ليك نبر فرن كنا صلاة الصوم تونا قبلنا ومديدي لكن ده معلمه أي حيض تريتي ديغو كاي من جيربا ايغونا دخ سودا marka marka maalmihi la gaado ad xayda jirtay salaada jooji maalma dhigi xaydku ku beegna marka la gaado salaada jooji wa ida adbarat maalmahaas markay dhamaadaan dhigi dhabar furanku ha iskaba socdabe faghsili anki dama thumma salli dhiga iska mayro mayro كدي من التكبر النبي عليه الصلاة والسلام طالع علماء الإسلام كويس كوافقا والنفاس وهم يرشوا أتبيا وارن كأفراد يرشوا أتبيا والنفاس والدم الذي يأتي عقب الولادة وديق للمدة بدأ ما دقبرد مركة أمشه ديق كي ما دار الدم النفاس وحان النفاس لوري لأنه يخرج بعد خروج النفس في مركز صوب أحد الدبادات يسقون صوب حية أحكام تبدأ كذا وحول لو ذا قرني جحيتك سيدا وجد واحد سكوا فقن علماء الإسلام قبضوا مركز أي أمشوا نيجاس ويمادو إن صلاة يصوم كي يو نكي يو وحبا يحران كان غنيان yadiigaasi marka uu ka go'o markuu ka go'o markay doonaysaa baa noqotee du doonay maalin qudhab ah la joogaa ma saacad qudhab ah mar Allaah iyo markuu ka go'o waxa waajib ku ah gabadhaasi inay meedato wal wilaayatu arin ka shanaada meedasho waajibiya waa dhalmadii weey gabadhii hadii ay umusho ana dhig bayaanay arkine meerasho aya waajib ku ah dhalma qallalan hadii ay umusho inay meerato aya waajib ku ah bay leeyin arrinkan waxay ku soo weeyeen waxay leeyeen laano ilmahan ka soo baxay asalkiisu manidi soo bixitaankeedu u meerashada waajibinayay bu ka yimi marka inay mani ka soo baxday oo kale ayaa arintu ka dhigantay waxa kala taay ku soo weeyeen ay leeyeen yaana umuli qoyan kama marnaanis iyo dhig walow inaga yaanu ino muqanbe
والموت أرنك اللي حاد أمير شوى تبيا وادم شرى أو موت المسلم يوجب على الأحياء غسله قفك مسلم كادم الشديس وحي كوى تبيرا إسا مسلمين تين نولا إدم الشديس أغا إنا إساق ميران وح قفك دينتي كوى تبيا ما هي ووحدتك نولا كوى تبيا سبب تواجبي سنة إتاي دمشق أو دنتي قف مسلمي وأنا فرض كفاية ما واجب كفاية وهذه قف مسلمي أميره ميت كي مسلم كها هل قف بها نقدة أنتي كلا دم بيجو كدعى وأنتي كلا دم بابي مايل هذه دت كي أوجا ما يرست مسلم كا يسكت عيان يجو أوده لما أنتوا ذو ذا الدبابية، نبيكون عليه الصلاة والسلام، نيجي الصحابي جاي سقى عرفته، أجن هالشي سكر عيه قارته كتبه دنتي، وهو أمر إلا ما يرى، اغسلوه بماء والسدر بوري، بيه يغسل كم يرى، إن أنت سمرك عيدي متين الدمر كنا بيقول أمر كسيئنا ما يرى، اغسلناها، ما يرى بوري النبي عليه الصلاة والسلام، مركا أمر رضا النبي جو. وحي واجبين أن قفك مسلم كاردين تاي إلا ما يرو أركان الغسل ما يرشد أركان تيدا ما تيرر كيد ما يرشد اللو تيدا وما يرشد شرعي غاية شرعي عدو أي تيدي سي واجب كاية داما بس سنها هاي ما يرشد واجب كاية سنها هاي فرالله إلا داما أركان فروض الغسل بودي ما يرشد فرلده اثنان فروض الغسل اثنان ما يرشد فرلده والله النية فرل كفر الكبد والنيسك وما دام أنتنا عبادتها عبادة فرلا أما السنة ده عبادة النية اللي قوم أرمانه نبي عليه الصلاة والسلام يري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عماشي نيادة اللو ايجا يا وعماشي الهي اللو قد دوانا يا قف ولبان وحو النيو ديبو لي وتعميم البدن وفرال كيلوا مطير كيلوا وتعميم البدن الشركة إلا ودقار سيو يولغو عقلغو ما شايو بالماء بيه وقف كيوائن بيه وشركي سعودان اي ودمران شركة روح اللو تشيدا انتا موقتا الظاهر كا وقفك إنه جودها ما يرى أو قاحدة ولا دعوة أما حاجة دمبا إلا ملوت كأنه صام يرى تالق مواجب أنت لقو واجب وإنه ما يرى أنت المقطع تانا وحود دليلة ده ما يرست لا إن أمر باب معنيه السداء يهيب والغسل باب معنيه سوء يهاي تعميم الماء بالبدن معنى القذى وكلها حقيقة دي سبا سيدا سبا إن بيه تشيرك اللي وده قارسيو ورقا قفكي ميرشا يكوها تشيبتي هدي بيه آنو تشيركي سوده قارسينو ميالك كميدا ميرستو دو كتاقو ده وحي ميرس لوران تشيري الله فاري مبو سمين با وإلا تشيرك بيه اللي وده قارسيو ميرستي حقيقة دي مبا تشوكتو مبا حاسلين با وميرستا بمعنى دو سلاسي وياهي والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.